جديدة على قناة يوسف فران. بزاف ديال الناس كيسولوني كيفاش كندير ستوري ديالي حتى كنصايبو كما كتشوفو. هي دي ستوري درت فيها واحد المدة قصيرة، دابا غادي نوريكم الابليكاسيون اللي كنخدم بيها باش كنصايب بحال هدا، بحال ستوري اللي في الانستغرام. التطبيق اللي كنخدم بيه سميتو موجو، غتلقاوه طبعا في بلاي ستور. ادخل بحال الشكل هذا، ارجعو نرجعو، هي دي الواجهه ديال التطبيق ديالنا. كاين بزاف ديال الستايلات في ستوري كما كتشوفوا، كاين ديال فوتوغراف، كاين ديال فيشن، سينما، كاين بزاف ديال الستوريات. المهم انت لك تشوف انت الستوري اللي غادي تعجبك. بحال انا عجبتني هاد الستوري هادي، غادي نمرك كليكي بحال ما الشكل هذا، غنهود لهنايا غنكليكي لا ايماج، غنجي نختار التصوير اللي بغيت انا. بحال عجبتني هاد التصوير ديالي، غنجي غنتحكم فيها بحال ما هكدا، غنجي لبلاصة تيكست غتورك بحال ما هكدا، غتبغي تكتب هنا كتختار النوع ديال الخط اللي بغيت تكتب بيه. كاين بزاف ديال الانواع ديال الخطوة. هادشي نمشي نشوف الاخر، كليك على القلم هادو باش تكتب. على سبيل المثال غنكتب لهم فولو مي هنا، هاهي من بعد كنجيو كنجيو لهنا كنديرو سيف باش تنجيستر عندنا. اوكي صايب قال لك كرييتين فيديو ستوري. هاي تصايبت ستوري ديالنا، غنجيو هنايا غنديرو بارطاجي. هاي تز ديال لي بوطون في الشاشة هنايا، هنا كتختار فين بغات تلوح. هاي ستوري.